طيب واضح جدا ان الاسرتين عارفين بعض كويس واسر مترابطه الحمد لله سو فار لغايه دلوقتي يعني. بس تعالى نبتدي بقى ايه اول لعب على طول ونسخن كده. اول لعب على الهادي واحنا واقفين وعندنا شويه حاجات ليها علاقه بالمعلومات العامه والمذاكره بتاعت حضراتكم. اوكي عندنا كذا لعبه. عندنا انا مين او انا ايه، هقول لكم حاجه وانتم تعرفوا فزوره يعني بتعرفوا احنا بنتكلم على ايه، صح وغلط واختيارات. اوكي جاهزين؟ جاهزين. تعالى نبتدي بانا مين او انا ايه، والسؤال موجه للاسره الاولى بسرعه جدا بقى. انا الوقت الاصلي اللي بيتلعب فيه مباراه كره القدم، الوقت الاصلي، الوقت الاصلي، الوقت الاصلي يا استاذ طارق، الفراغ. الوقت الاصلي ساعه يعني 60 دقيقه؟ لا غلط ساعتين. غلط 90 دقيقه. الاسره الثانيه، انا الوقت الاضافي اللي بيلعب فيه اللي بيتلعب فيه مباراه كره القدم نص ساعه يعني كام دقيقه؟ 30 دقيقه. برافو بوينت. هنا السؤال الاسره دي، انا الحيوان صديق الانسان احب اللعب والمرح واظهار مهاراتي في المياه. الكلب. في المياه. في المياه. الدولفين. الدولفين. برافو. السؤال الاسره دي في المياه يا استاذه حبيبه. انا الحيوان الذي يستطيع العيش في المناخ الاكثر بروده في القطب الجنوبي. دب. اه الدب القطبي. شبهه غير الدب القطبي. اه يمشي كده. شهاب. بيمشي كده. البطريق. ايوه شكرا يا ماما. الاسره دي. انا اول من انشا بنك وطني في مصر. بنك مصر. مين هو؟ مين اللي انشاه يعني؟ ايوه من هو؟ ينفع خمسه اربعه، ينفع دي سهله قوي، ثلاثه اثنين يا حبيبه واحد. طلعت حرب يا جماعه. مش ممكن. السؤال للأسرة دي، أنا ملحن مصري لحن النشيد الوطني بلادي بلادي بلادي. أنا درويش صح؟ محمد عواد. لا لا حاجة درويش. حاجة درويش؟ صح غلط؟ دي جت في قلبي أكتر من محمد عبد الوهاب يعني بجد. تمشي عمار الشرعي؟ لا مش لا هو. طبعا هو أستاذ الموسيقار الكبير سيد درويش. حاجة درويش؟ سامحيني مفيش بوينت عامة.